نبدأ معكم سيدتي وسادتي بالتحيات، مساءكم طيب وسعيد. نبدأ هذه الحصة من بوليتيك في بوليتيك للحديث عن كوفيد بين التجاذبات السياسة والدعاية والمجتمع. كما نعلم اليوم لا زال كوفيد يحصد الكثير من الأرواح، ولا تزال الإصابات تتزايد. حسب آخر الإحصائيات العالمية وصل الرقم تقريبا إلى 202 مليون إصابة من إصابات كوفيد، إضافة إلى الملايين من الذين وافتهم المنية. عندما نتحدث عن كوفيد، الكثير من يتحدث بمنطق علمي، هناك من يتحدث بالدعاية وكل ما يقال في الفيسبوك وبعض كذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ولكننا نريد أن نصبر هذه الحصة غوار هذا الوباء وهو من الأوبئة الممتدة، ونتعرف عليه من خلال إسقاطات مختلفة، سواء كان من المجال الصحي، من المجال الإعلامي، من المجال السياسي، من المجال الاقتصادي وكذلك المجتمعي. اليوم في هذه الحصة نستضيف معي، أبدأ على يميني دائما، مع عبد الباسط نفنوف إطار في الصحة، كذلك مع الدكتور كذلك لمين مصباحي وهو أستاذ في الاقتصاد، كذلك الدكتور عبد الحميد فرج أستاذ في العلوم السياسية، وكذلك مع زميل الإعلامي المتميز الأستاذ أحمد ديدي وهو إعلامي ومتخصص كذلك في العديد من القضايا، لأنه كان في فوروم التحرير قد استضاف الكثير من المتخصصين في هذا الجانب وعالجوا هذه القضية أكثر من مرة. اليوم عندما نتحدث عن كوفيد، السادة المستمعين والمشاهدين الكرام، عندما نتحدث عن كوفيد نتحدث كذلك عن الكثير من المخاطر التي يمكن أن يشكلها على المجتمع. هذه المخاطر تمس الأفراد، تمس المجتمع، تمس حتى الأمن، سواء كان الأمن الصحي أو حتى الأمن الوطني، بل أن الكثير صنفه من ضمن المخاطر العالمية. نبدأ الآن بالسؤال الأول، هل يمكن أن نعتبر كوفيد كوباء عالمي له مخاطر يمكن أن تتعدى هذه المخاطر، المخاطر الفردية إلى مخاطر صحية ومخاطر وطنية؟ أبدأ مع الأستاذ أحمد ديدي. جميل أخي يوسف أنك تناولت هذا الموضوع من زوايا أخرى، وأعتقد الموضوع شائك ويتطلب أيضا وجهات نظر كثيرة، لأن موضوع الساعة وموضوع خطير، موضوع يتعلق بتداعيات هذا الفيروس على صحتنا وعلى اقتصادنا وعلى سياستنا وعلى كل مقوماتنا. أنا جد مسرور باستضافتك لي مع هذه الوجوه النيرة المعروفة على مستوى وجه الولاية. طبعا أكيد سؤال وجيه جدا، ولابد أن يكون مدخل حصتك لهذا من هذا الباب. يبدو أن هناك لم يعد هناك مجال لأي دولة الهروب من تأثيرات كورونا. نعم، حيث هذا الفيروس المستجد كوفيد 19 أصبح له تداعيات كثيرة على اقتصادنا، على الجانب الصحي، على الجانب السياسي، وبالتالي كل الدول الآن في دخولها القرن 21 وظهور هذه الأوبئة من جديد، ربما كان في الماضي قضي عليها في وقت مضى، ما يسمى بالإنفلونزا الإسبانية التي حصلت الكثير، وسارس وغيره والجدري وكثير من الأوبئة. اليوم القرن 21 يشهد هذه الموجة الكبيرة، وخاصة كوفيد هي موجة كبيرة جدا، لأنها جائحة اجتاحت العالم الكل بكل مستوياته، الدول الفقيرة والغنية، العلمية وغير العلمية. إذن هذه الخطورة مما جعل كثير من الدول المتطورة أن تتراجع وأن تغير من سياساتها التقليدية، سواء كان الحكومية أو غيرها، للاستعداد لمواجهة هذا الكوفيد، كونه حرب بيولوجية مثلا. نعم. ولحد الآن لم يعرف طبيعة هذا الكوفيد
وكيفية ظهوره صحيح ظهر في وهان صينية وغير ذلك، وربما هناك تأويلات قالت هي من 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 طائر الخفاش أو غير ذلك، ولكن كثير ما زالوا يشككون على أن له تداعيات أخرى وعلى أنه استعمل في مخابر، وهناك تسربات ولحد الآن بين الدول الكبرى هذه الاتهامات بين الصين وأمريكا، ولحد الآن أمريكا رأي تطلب من الصين مش تعطيها مبررات حقيقية عن ظهور هذا الوباء عندها، شك على أنه وباء ربما حرب بيولوجية. إذن الدول الآن بالأمس ربما كانت كل استعداداتها واستراتيجيتها مبنية على الإرهاب العابر القارات أو عن ربما عن المخاطر الجبهة ما يسمى التواصل الاجتماعي والجلسة وغير ذلك. اليوم العالم التفت إلى 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 أن هناك شيء أخطر يهدد الأمن القومي لهذه الشعوب، وبالتالي راهي استعدت الآن. ربما كثير من الملفات الصحية الآن أصبحت لا تسير عن طريق الوزارة الصحية، بل أصبحت تسير عن طريق المخابرات وعن طريق الهيئات الأمنية العليا، نظرا لهذا الوباء الذي يهدد الأمن القومي. ولما أقول يهدد الأمن القومي يعني سوف يخلق نوع من الارتجاجات ويخلق نوع من عدم التوازن داخل المجتمع، وبالتالي قد يفكك هذه العلاقات الاجتماعية ربما من ناحية الاقتصادية، من ناحية حتى من ناحية العلاقات الاجتماعية ودفع العلاقات. الآن الناس اللي تنفصل عن بعضها، وربما رنعان ونحن كشعوب عالم الثالث هذه الظاهرة بحكم عاداتنا وتقاليدنا عندنا نوع من العلاقات الحميمية. لحد الآن ما استطعنا أن نتلائم مع هذا التداعيات هذا الوباء، وربما زدنا في انتشاره من خلال هذه العلاقات ومن خلال هذه العادات والتقاليد. بينما هذه الدول الآن رأيت تستعد استعداد مستنفرة كل قواها المدنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، حتى إن هناك دراسات أو رؤى استشرافية لمواجهة ربما هناك أوبئة ستأتي في هذا القرن 21 أكثر من كوفيد وغيره. صحيح فعلا. يعني في ذات الإطار الدكتور عبد الحميد، عندما نتحدث الآن عن الأوبئة الممتدة بطبيعة الحال تشكل مخاطر سواء على الجانب الصحي للفرد ولكن حتى على الدولة في حد ذاتها، يعني ولذلك يتوجب أن يكون هناك قرار سياسي، يكون هذا القرار السياسي يصب في مسار الحد على الأقل من مخاطر هذا الوباء. ربما في الجزائر شاهدنا هو تأسيس ما يطلق عليه بالأمن الصحي، يعني وكالة الأمن الصحي، وعلى أن القرار لا يصبح فقط، لأن في كل مرة نتحدث عن كوفيد يجتمع المجلس الوزاري وبرئيس الجمهورية وتكون على رأس الجندة السياسية دائما أزمة كوفيد 19، يعني من القرارة المهمة التي نلاحظها الآن. يعني كيف يمكن للإدارة السياسية إدارة هذا القرار السياسي أن يشكل خطوة هامة لحفظ الأمن السياسي والأمن الصحي والأمن الوطني بصورة عامة؟ نعم، بسم الله الرحيم. تحية لك أستاذ يزيد، أستاذ الأفاضل، سعيد جدا أن أكون بينكم في هذه الجلسة التي ستتحدث من خلالها على وباء وعلى ظاهرة عالمية مش فقط وطنية، اللي مست الجميع، مست الجميع كدول، مست الجميع كأفراد، مست الجميع كمجتمعات، مست الجميع كمنظمات، مست الجميع في الكثير من تفاصيل الحياة اليومية لكل هذه الفواعل على المستوى الدولي حتى على المستوى الوطني. بداية ذكر أستاذي أحمد، نحن الآن لا نتحدث على وباء، نتحدث على حرب بيولوجية واقعية نعيش يومياتها ونعيش تفاصيلها على مستوى العالم، نعيش كثير من تفاصيل العلاقات الدولية التي أصبحت تبنى على ما إفرازات هذه الجائحة. الكثير من العلاقات الدولية الآن تبنى بين الدول على ما نتاج هذه الظاهرة أو نتاج هذا الوباء من إشكاليات صحية، من إشكاليات ما بعد اللقاح، إشكاليات تسويق اللقاح، إشكاليات كثيرة جدا من مما جاء من تداعيات هذا الوباء. قلت العلاقات الدولية، بل أصبح هناك نظريات جديدة حتى في العلاقة الدولية لنظرية الانكفاء على الذات. الآن لم نعد نسمع كثيرا عن الحروب العسكرية الواقعية. صحيح. تقريبا تجاوزنا هذا النمطية من الحروب الكلاسيكية المعروفة، أصبحنا في نظرية جديدة، أصبحنا في علاقات دولية جديدة، أصبحنا في تفاهمات وتوافقات جديدة على مستوى العالم في الكثير من التفاصيل كما قلت الحياة اليومية. قلت هذه الإشكاليات طبعا ستؤثر على الداخل، ستؤثر على الواقع. نحن الآن لسنا فاعلون رسميون وأساسيون على مستوى العالم. نحن تبع، نحن العالم ثالث، نحن الكثير من هذه الإشكاليات التي وقعت على مستوى العالم نحن كمتفرجين فقط نحن نتأثر بالظاهرة ولا نؤثر فيها.
الكثير من الإشكاليات التي وقعت على مستوى العالم، التوافقات اللقاح وغيرها، وحرب اللقاح بين الدول، حتى أنه في بعض الدول بدأ نسمع أنه هذا اللقاح يقبل في هذه الدولة ولا يقبل في الدولة الأخرى. نحن الآن ملزمون، الآن الجزائر، وهذه كما ذكرت من بين القرارات التي اتخذت في الجزائر، أنه تأتي بكل اللقاحات، كل اللقاحات الموجودة في المعالم موجودة في الجزائر وتستعمل في الجزائر، حتى أنه المواطن أصبح بلك الأستاذ عباس الدكتور تحدث على الجانب الاقتصادي والبيع والتجارة والتسويق وغيرها، أصبح المواطن الآن في الشائعات بل تحث عليها فيما بعد أنه أصبح يخير الآن، ندير اللقاح هذا ما نديرش اللقاح هذا، وهذا أحسن وهذا صحيح. أحسن وهذا يخلوه نخرج به وهذا ما يخلوش نخرج به. الكثير من التفاصيل كما قلت التي أثرت حتى على المواطن البسيط. الجزائر بهذا الإطار عندها وكالة الأمن الصحي، عندها اللجنة العلمية التي تقرر الكثير من القرارات على المستوى المستوى الحياة اليومية لتسيير هذا الوباء أو ما يسمى بإدارة الأزمة. طبعا في إشكاليات كبيرة جدا، في حتى أنه ظاهرة أن المواطنين يبدأون، وذكر في الكواليس أستاذ الباسط نقطة مهمة جدا، أنه المواطنين أصبح اللي عنده خبرة واللي ما عندهش خبرة، واللي يعرف واللي ما يعرفش يتدخل في هذه الجائحة، ويتدخل بقرارات، ويتدخل سواء بتصريحات إعلامية، سواء بالذهاب إلى إجراءات عملية لتوفير بعض الأجهزة وغيرها بدون علم بدون كذا، وعلى مستوى الواقع ستحدث كثير من الإشكاليات. قلت هذه الإشكاليات هي من جانب آخر، من جانب عكسي هي ضد قرارات الدولة، من جانب آخر هي مساس بما تفعله الدولة في تسيير هذه الأزمة، لأنه إشكال أنه المواطن يروح يشري الأكسجين وهي الدولة المفروض أنه هي توفر القضية. إذن في بعض الإخلالات على مستوى تسيير هذه الأزمة، ولكن عموما كما قلت كثير من الإشكالات التي وقعت نحن ملزمون بواقع معين فرض علينا. نحن لم وحتى العالم كل مش فقط احنا فقط، العالم كل تفاجأ بهذه الجائحة، مش حاجة اللي كانت مستعدين لها، مع أنه في الأصل أنه هذه الوكالة الصحية، وكالة الأمن الصحي، في الأصل أنه الدولة كأجهزتها المختلفة يعني تكون عندها بمسمى الاستشراف، استشراف الأزمات. معليش فات الأزمة هذه، إذن سنعمل للمستقبل، لنعمل لاستشراف ما يمكن أن يحدث مستقبلا في تحضير الكثير من الآليات، تحضير الكثير من الأسس أو القواعد التي يجب أن نبنى عليها، سواء مجتمعيا كما ذكر أستاذي، لأنه في تأثير كبير جدا على الروابط المجتمعية التي حصلت بيننا، في كثير جدا على المستوى السياسي، في الكثير من استغل هذه الجائحة إذكاء نار الفتنة بين الولايات. حدث مؤخرا لو نتبع مواقع التواصل الاجتماعي كيف أنه بدأت بعض النعرات الجهوية بين المواطنين، الكوزينة كيف في جهة وجهة ما فيهاش، وجهة رايح لها وجهة ما يروح لهاش، وعلى الجهة ذيك هذه الإشكاليات المصطنعة والمفتعلة من طرف جهات معينة، هي طبعا صراع سياسي ولكن أساسه هذه الجائحة. قلت على الدولة هنا وعلى مؤسسة الدولة، وذكرت الجانب السياسي، أنه تستشرف ما يمكن أن يقع مستقبلا بوضع قواعد أسس عميقة وأسس متينة لكي لا يحدث ما يحدث الآن. نعم فعلا، يعني بالفعل، يعني حتى أن الكثير من الدول الآن انتقلت من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر، يعني ليس فقط عندما تصبح هناك أزمة نبحث عن حلول، إنما لابد من وضع من البداية سيناريوهات معينة لإيجاد حلول لمشاكل من المفترض أن تتفاقم أو أن تتزايد. في الجانب الصحي لما تحدثوا مع الأستاذ عبد الباسط وأنت متخصص في هذا الجانب، يعني رأينا بأن الكثير من المفاهيم أصبحت الآن مختلطة عن الكثير من الأفراد في المجتمع نتيجة هذا الزخم الكبير من المعلومات، نتيجة أن حتى غير المختصين في هذا الجانب عادة ما يتدخلون في الموضوع ويبدون آراءهم، وربما يروحوا في بعض الأحيان حتى إلى وصفات طبية. يعني شفنا أن البعض يعطي يقول لك إذا مرضت بالكورونا يعطيه الوصفة يقول لها الدواء الفلاني والدواء الفلاني والدواء الفلاني، وإلا إلى غير ذلك. وربما حتى البعض يروح المبادرات كعمل خيري أنه يبادر ويخسر أموال، كما قضية المكثفات ربما لا تحدثنا عليها. يعني ما رأيك في هذا التداخل الكبير في الجانب وتأثيره على المنظومة الصحية بصورة عامة، وشبكة أو بنية وهيكلة هذه المنظومة الصحية الموجودة عندنا حاليا مقارنة بهذا الخطر الكبير الداهم الذي نراه الآن؟ والله نشكر الزملاء على الحسن الشرف اللي كنا معهم. الشيء اللي حبيت نقوله أن احنا الغالب مجتمع، نجم نقول مجتمع بدائي، لأن مشكلتنا وين؟ احنا مشكلتنا في الدين وفي العلم وبخص بالطب. الناس كل تقدر تفتي
صحيح. الناس كل تقدر تفتي في الرياضه وفي السياسه، لان كل 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 شيء له اهل اختصاص. نعم لكل شيء له اختصاص. تلقى انسان معناها ربما نروح نتحدث بالعاميه، تلقى متمرفق في التراب يقول لك الفاكسان هذا ما يصلحش، والفاكسان هذا راه يصلح، وهذا راه يدير العقم، وهذا راه ما يدير. معناها كون تسقسيه تقول له وشي المعلومات اللي عندك ولا وشو تكوينك، يقول لك انا راني قالوا لي والله سمعت، لان على بالكم يا جماعه. وحتى وصلت دير لا كوزين تاعها في الدار دير معبر، ووصلت ناس يا جماعه حتى يقول لك راه قال لي طبيب وما كنتش نقول اسمه، فهمتني؟ ماناش عارفين احنا راه لصق في طبيب، لان مستحيل مستحيل كان نقول طبيب يقول الناس ما ديروش اللقاح ولا ما تتبعوش التوصيات هذا، ولا يقولهم كورونا ما كاش منها. حتى طب التخصصات يعني وزيدنا، حتى لو كان ما نقولش ما كان، لو كان طبيب واحد نتحدى كل طبيب، هذا الطبيب اللي يقدر يحدد الاشياء هم دي بروفيسور في علم الفيروسات في علم اللقاح، لان طبيب عام ولا وش اسمه معناها المستوى تاع مش متخصص في الشان هذا. لان مشكلتنا حنايا ان اهل الاختصاص، مثال نعطيك مثال، حتى بعض الجمعيات في نتحكي واحد الطبيب زميلته كانوا باش يجيبوا واحد الجهاز تاع المكثف الاكسجين، كاين ناس في بيتنا ناس معناها ميكانيسيان واحد كذا، هم ربي يجازيهم معناها ما دخلوش مع مال اختصاص، في الاخر كي جابوا هالمكثف هذا يلقوا مكثف صناعي مش كطايل يعني مليار و300 جي رجعوا للراجل في البلاشي من رجعوا له، ماهوش مكثف الاكسجين طبي معناها. وبالتالي يا ناس زيد راه كاين ناس معناها حنايا والله في الحقيقه هي منظومه، هي ملي نضنا في العشريه اللي فاتت داروا لنا اصلاح المستشفيات، لكن ما اصلحوش المستشفيات معناها اللوم على الناس كل، لان احنا نعطيكم مثال في الواد ساعات واحيانا يقول لك الواحد راهو سبيطار والغاشي راهو كذا، على بالكم الولايه الوحيده اللي فيها مستشفى واحد. برا شوف هنا مثال، نعطيك ابسط مثال، ورجله تلقى في الحجاره، تلقى في الطيبات، تلقى مستشفيات محطوطه على الاقل تاع 60. راه بكون جي عندنا احنا مستشفى في دبيله تاع 60 سرير، كون جي عندنا مستشفى في قمار كاين نقص الضغط. والواد أكثر سكان وزيد ثاني الواد راهي منطقة معناها جوها من كل بلاصة. أنا نقول لك في تبسة حكم خبرتي، كيما احنا عندنا تونس بكري يقول لها داويتش في الواد ما تبرش، فهمتني ولا؟ يجونا من كل بلاصة، لأن احنا وهذا الشيء نفتخروا به، عندنا حسن المعاملة، عندنا ما كانش مريض يقول لك رشيت عنا باش نشوفه، هذه كلها حوايج ما نشوفوهاش، لأن عندنا إنسانية وحكم التناسق الاجتماعي نتاعنا يقول لك روح لهذوكم راهم فيهم الخير شوي، يجونا من كل، حتى التوانسة كانوا يجونا هنا. تو احنا في 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 الحالة هذه من تاع 240 سرير، من المفروض راه كاين زوج مستشفيات ولا ثلاثة ولا في القليل في القرى. وربما يعني كوفيد يتطلب عناية مركزة، حتى الأسرة خاصة وليس مثل الأسرة، حتى الأسرة تكون أسرة خاصة، لأنه شو حنايا تو رانا ما نكذبش عليكم راهو في السبيطار راهو معناها تدخل من هب ودب وزيد، حتى في الجانب البشري والله العظيم راهي تطيح لي واحد إشكاليات. تو برا شوف الممرضين، خاصة الممرضين راهم مرهقين، على بالك تعب وعلى بالك تعب وخوف من الفيروس كذا طبعاً. في الوقت اللي عندنا 700 ممرض شوماج بدبلوم تاع دولة، فهمتني؟ ويعوضوا ليكيب هذه، ما قدرش قرار سياسي ولا قرار من مديرية الصحة يوظفهم هذا وين؟ هنا نوظف في كل بلاصة ناسات بالدبلوم نتاعهم ودارسين التمريض دارسين، معناه ما قدر يوظفوا حتى واحد، معناه عزوا عن قرار معناه كيما هذا باش يوظفوا فيه ناس باش يعاونوا أصدقاء تاعنا تعبوا والله. تو نقول لكم وظيفه مؤقته، وكاين العقود هذيك المؤقته في اجل حالات معينه يعني. تو في مستشفى الواد رانا نجيبوا فيه خدامه من دبيله ومن قمار وتهربوا علينا، وعندنا سبع في الواد نقول لكم بالرقمه 732 ممرض اون شوماج ديبلوم دوله من وزاره الصحه. ما نقدرش هذه نديرها، نروح نحوس عن مكثف نجيبها من الصين، فهمتني؟ ورام يحللوا باش يدخلوا، فهمت؟ وقاريين كفاءة كبيرة، وتو البعض منهم راهم شادين المصحات الخاصة في الواد. صحيح. معناها كي نقول المصحات الخاصة، معناها القطاع الخاص ما يقبل لك غير النوعية والجودة. معناها ما قدروش في هذا يوظفوهم، لأن تو تروح للممرض اللي خدام يقول لك أني متت، راني تعبت، راني يبكي. لو كان جات عندنا الضعف نتاعهم احنا، ولو حتى كنت دير في نزل ولا دير في بلاصة، تو مشكلتنا احنا. نعطيكم مثال، والله مثال نخرج من الكورونا شوي. عندنا المركز تاع الإدمان هذا وين؟ تاع الإدمان المخدرات. من المفروض يدير لوسبيتاليزاسيون يردوا فيه المرضى، ما همش يردوا لان نقص الممرضين، وعندنا عندك الممرضين
انا طرحت الاشكاليه على مدير الصحه، طرحتها قداش المره، ولك ولا كان ما وظفتش تو الممرضين في الوقت هذا، وين وين نوظف؟ اشكاليه توزيع المناصب على مستوى المركزي هو اللي قعدنا اشكال، لانه ما عندناش زيد بعض زيدنا. نرجع لك للسؤال اللي سالني فيه. احنا يا جماعه ننصح كل الناس الى ما قدرتش على الاقل التزم الصمت. الانسان مثال ينادي في نار ولا اكسجين، نار ولا الفاكسان، لان احنا الحمد لله في دولتنا وصلت لاخر نقطه، كنار في جنازه طبطبنا عنهم ودخلنا البنوه يديروا في الفاكسان في الاحياء معناها احنا راهو في الدول الاخرى اللي ما لقيتش اللقاح هذا، وين احنا راهو في كل مكان راهو كاين. علاش؟ والله نعطيكنا مثال واش نقول، كي نقول لواحد ما ديش الفاكسان بحجج واهيه وغدوه نصور الصباح نلقاه مات، ومعناها عند ربي برك. خلوا الناس يا ولادي الاهل الاختصاص، خلوا الناس معناها تروح، لان على بالكم لو كان توصل اللقاح نسبه 65 ولا 60% راح نقضوا عليها المرض هذا. والدليل وبرا نشوف الملاعب في اوروبا عاده الناس بالجماهير. صحيح. إن ربي يهدي الناس كما هكا ربي يهدي. وفي المقابل يعني لو يكون كان تلقيح ربما هذا سوف يؤدي إلى أن يتعرض، لا يتعرض الإنسان إلى دخول المستشفى، إلى يعني هذه حسب دراسات علمية محكمة ومنشورة وقائمة على تجارب إكلينيكية. يعني لما نتحدث عن أغلب هذه اللقاحات جربت في البداية على الحيوانات، ومن بعد جربت على بعض المتطوعين، ومن بعد جربت في بعض البلدان، ثم بعد ذلك حتى توافق، لأن لابد أن تأخذ التأشيرة من منظمة الصحة العالمية LOMS World Health Organization، يعني هي اللي تعطي، وإلا فإنها تسحبه وتوجه غرامات. يعني حتى أن فايزر على سبيل المثال كانت يعني عندها مشكل مع الحكومة الأمريكية في بعض الأدوية التي أثبتت بعض العوارض الجانبية، يعني الأثار الجانبية، فبالتالي الأمور فيها الكثير من الجوانب المطمئنة، ولذلك لابد أن يكون لك تفير. في المقابل لاحظوا يعني الدكتور، يعني الآن الكثير من المواطنين حتى بعض التجار تضرروا الآن، قال لك يعني في ظل هذه الجائحة أصبح هناك حركة بطيئة جدا للتجارة، حركة كذلك بطيئة جدا للنمو الاقتصادي. يعني حتى أن الاقتصاد الجزائري لحد اليوم مازال يعاني من الموجة الأولى. يعني نحن نتحدث الآن إضافة، وأنا سعيد بوجودي مع الزملاء. في الحقيقة كما قال الزملاء الأزمة صحية، ولكن الأثار تاعها الاقتصادية كانت كبيرة. في الحقيقة احنا ما محظوظين في الجزائر، لأن منذ الثمانينات كنا في الجامعة الثمانينات وإحنا ندرس في ما يسمى بالبديل الأوحد اللي هو المحروقات، نديروا بدائل أخرى في حالة ما إذا جتنا أزمات انخفاض سعر، كنا نتكلم إلا على انخفاض الأسعار وما ينجر عنه من انخفاض الإيرادات. ما كناش متوقعين باش يجينا وباء وباش نخفض معناها نسد الحدود وتتوقف السلاسل تاع الانتاج وسلاسل التوزيع. الامور كل هذه ما كان حتى واحد يتوقع هذا في العالم، فما بالك في دوله كالجزائر. الشيء الاول اللي لازم نعرفوه ان الوباء هذا في الحقيقه هو فاجأ العالم كله، مهما كان، سواء كان حرب بيولوجيه او غير بيولوجيه، هو فاجأ العالم. حتى اللي دار حرب بيولوجيه هو انطلق في الحقيقه من الصين، والصين لازم نعرف باللي راهي أكبر دولة اقتصادية في الوقت الحاضر حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء هذا بدأ عندها هي. هنا سؤال مطروح، هل الصين تريد أن تدمر اقتصادها؟ هذا سؤال الأول. الشيء الثاني أن الوباء هذا انتشر بسرعة ما كان يتوقعها حتى إنسان. انتشر في الاتحاد الأوروبي، وما أدراك الاتحاد الأوروبي، وغلق كامل الاقتصاد نتاعه، والحب للولايات المتحدة الأمريكية، وما أدراك بالولايات المتحدة الأمريكية، وغلقت الاقتصاد تاعها كل. أما الدول الضعيفة ما تكلمش عليها، فهي عبارة عن ما يسمى به الحلقة الأضعف في العملية، هي الحلقة الأضعف فيما يسمى به هذه العملية. الآن نرجع الجزائر باش ما نطولوش على كاين دول كثيرة عندها تنوع اقتصادي، عندها السياحة، عندها الصناعة الصيدلانية، عندها صناعة مشتقات البتروكيماويات، عندها أيضا حتى النفط، عندها الغاز، عندها كثير من البدائل الاقتصادية المتنوعة. لكن الآن هذا كي يضرب الفيروس هذا غلق الاقتصاد العالمي كله، معناها حتى اللي عنده التنوع وجد نفسه في المشكلة. احنا في الجزائر هنا ما عندناش التنوع،
عندنا قطاع واحد تعتمد عليه خزينة الدولة هو قطاع المحروقات. احنا كنا نعانوا اصلا منذ 2014 بداتنا الأزمة، منذ 2014 تعرف بالاحتياطات الصرف في الجزائر كانت تقريبا تتراوح حتى 200 مليار دولار. من 2014 حتى 2019 وصلنا 67 مليار دولار. اليوم في الوقت اللي نكلم فيه رانا في 47 مليار دولار. معناها احنا قاعدين الان ما عندناش بديل اخر الا سعر البترول. الميزانيه الاخيره هذه تاع 2021 كان فيها عجز يوصل 18.5%، عجز كبير 18.5%. كاين واحد يسموه ريكاردو تابع لصندوق النقد الدولي يتكلم على شمال افريقيا ويتكلم بالضبط على الجزائر، يقول الجزائر في الوقت الراهن باش تخرج من الازمه نتاعها لازمها سعر بترول 170 دولار للبرميل. احنا اليوم راهو الحق 72 دولار رانا فرحانين. لماذا؟ لان احنا عندنا توجه واحد وهو سعر البترول. نتكلم على السياحه من الثمانينات، احنا نتكلم على السياحه، اين هي السياحه؟ نتكلم على التصدير، تصدير محتشم، احنا نتوقعوا تقريبا يقولوا في 2021 يكون حوالي 4 ملايير دولار، الان يتجاوز تقريبا 800 مليون دولار. ما نلاحظ بلي الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد هش من العالم. قبل ما تجي الكورونا هو اصلا يعاني من عدم وضوح السياسات الاستراتيجيه تاع الدوله، يعاني من عمليات التنفيذ الغامضه في بعض القطاعات، يعاني ايضا المنظومه الصحيه هذه اللي راهي تعاني الان، كانت تعاني اصلا هي قبل ما يجي الكوفيد كانت هناك معاناه. معناها يعني الان كي نتكلموا مثلا عن نقص الاكسجين وكذا هذا سوء تسيير. احنا كنا نصدر نعطوا لتونس في الاكسجين، اليوم ما عندناش، احنا كي جانا احنا نحتاج الاكسجين وننجو فيه ظهر ما كانش. كاين مشكل احنا عندنا في الفرد، سواء كان مسير ولا فرد بسيط في وسط المجتمع. اننا ماهوش نسيروا ازمه، احنا نخلق الازمه. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني بالنسبه لتكلم على التجار والكذا، التجار هو عباره عن ما يسمى بنتيجه. لان الاتصال الحركه عند التجار وش هي؟ الحركه انها لازم تكون سيوله بين الناس. عندما لا تكون هناك المداخيل كيف تتبادل الناس السلع والخدمات؟ نقص السيوله عنده اسباب اللي هي منجر عن الاثار تاع الغلق الاقتصادي. نعطيك مثال بسيط فقط باش المشاهد يفهم. عندما تكون سياره تمشي 160 كيلومتر في الساعه وتجي دير لها فريناج صفر تجي باش تديماريها، مستحيل انها تديماري 160 كيلومتر في الساعه، ديماري 10 20 30 40 تمشي. احنا الاقتصاد فرمى، القطاعات كلها تغلقت ما عدا القطاعات الخاصه بالاكل والشرب والقطاع الصيدلاني. احنا ما عندناش قطاع اخر بيستفيد كما الدول العظمى الاخرى استفادت منها، مخابر البحث البيولوجي استفادت، التكنولوجيا المتقدمه استفادت، مش ما نقولوش الناس كلها تأزمت، كاين قطاعات استفادت، احنا ما عندناش لا مخابر بحث، عندنا جامعات صحيح لكن المخابر تاعها محدوده. ايضا بالنسبه لي التكنولوجيا ايضا محدود، ايضا ما عندناش احنا تكنولوجيا عاليه باش نبحثوا فيها نستفيدوا من الازمه. الان الازمه كي توجدت الازمه هذه توجدت معناها عامه بست كل القطاعات، حتى القطاعات الغذائيه اللي نقولوا احنا مشات بوتيره بطيئه جدا. جينا احنا باش نديروا الاقلاع الان، كنا معناها 2020 هاي الناس كلهم متازمه بالظاهره، معناها كنا متوقعين تقريبا 3% نمو ما لحقناش حتى ناقص 1%. جينا باش نديمارو في 2021 وكانت بشائر من رئيس الجمهورية باش يكون معدل النمو، كانت تتوقع الناس، ها جات الموجة الثالثة ويتكلموا على موجة رابعة. ما أنا عندنا مشكل، صحيح عندنا مشكل مش في إدارة الأزمة، كيفاش نخلق استراتيجية لوجود مثل هذا الفيروس ونخلي الاقتصاد أنه يمشي كما راه يمشي في الدول. الاستراتيجية لمواجهة هذا الفيروس، صحيح باش نخلوا الاقتصاد دائما الآثار تاعو تكون بنسبة ما تكونش مؤثرة كما الآن التجار يشكو، الصناعيين يشكو، لأن المستوى نتاع الدوران الاقتصاد نتاعنا احنا مستوى ضعيف صحيح، وما يخليش العجلة هذه أنها تخلق قيمة مضافة. احنا ما عندناش اللي يخلق قيمة مضافة،
بدي في بالك مني. الاقتصاد راه يعتمد على من يخلق القيمه المضافه. حنا ناخذوا في اجور ومناش نخلق القيمه المضافه، كيفاش نحوس الاقتصاد باش يمشي؟ صحيح، يعني نلاحظ يعني ان بعض البلدان على سبيل المثال مثل الصين، بعض البلدان الاخرى خلقت ما يطلق عليه بانظمه صحيه متطوره تكنولوجيا، وحتى ذهبت الى ما يطلق عليه بالبلاك تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا السوداء اللي تعتمد على التكنولوجيا الصحه الالكترونيه وعن تكنولوجيا عن بعد، وصلت حتى الى مناطق نائيه، وصلت الى استخدام الروبوتات والى غير ذلك للحفاظ على الاطقم الطبيه، لان الان راح نشوفوا كان الكثير من الاطباء راحوا ضحايا، كثير من الممرضين، الكثير من الطاقم الطبي. يعني في المقابل نلاحظ بان هناك موجه اخرى من الدعايه والاعلام المضاد تقودها بعض الأوجه الخفية التي لا نعلم حتى من هي، لمحاولة يعني أن تكون الحالة سوداء وقاتمة، وكأن يعني لا يوجد هناك من يستطيع أن يستبشر خيرا في المستقبل. يعني عندما نتحدث عن الدعاية والإعلام، يعني كيف تؤثر عمليا؟ يعني فعلا الأزمة موجودة، واقع، لنقول هناك واقع على سبيل المثال فيه الكثير من الأشياء السلبية، بالمقابل الأمل يبقى موجود، ولكن إذا زاد هذه الدعاية على هذا الواقع كما يقال، يعني ماذا يمكن نتوقع؟ يعني وممكن أن نوجه بالنسبة حتى اللي يتبعونا على الفيسبوك، هل يمكن يأخذوا كل ما هو موجود على الفيسبوك على سبيل جميل الكل؟ جميل نعم. الكورونا هذا أعطتنا واحد المؤشر. نعم، هذا المؤشر سوف يعري الواقع السياسي والاجتماعي والعلاقات الدولية والعلاقات التجارية كلها تخضع إلى ميكانيزم جديد. نعم، تفرضه هذه الكورونا وتفرضه هذه الجائحة. ليه؟ ليه؟ لأن الدعاية، هناك فرق بين الدعاية وبين الإشاعة. نعم، الدعاية هي مهمة جدا، جانب إيجابي، وهذا الفيسبوك نشوف فيه ربما كثير من 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 الصور وكثير من الفيديوهات ما تقدرش تمشي كي ما ديرلهاش دعاية وتسلك عليها. إذا الدعاية معناها الغرب الآن راه ينفق ملايير الدولارات من أجل الدعاية لمنتجاته وبضاعته وسياسته وتوجهاته وثقافته، وهذا ما جاءت به العولمة. نعرف العولمة معناها العولمة هو اقتصاد السوق، وهي تكنولوجيا المعلومات، هي اللي كونت، أصبح السوق العالمي كله مجال واحد لهذه القوى المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الغرب شركات وتوزعت على العالم كله. صحيح، إذن في الدعاية صحيح لها شق سلبي بالنسبة للدول الضعيفة. صحيح، أما بالنسبة للدول القوية هذا مؤشر يبين ربما حتى الصراع الآن نشوف فيه بين المؤسسات التي تصنع اللقاح داخل في هذه الدعاية. صحيح، ربما كثير الآن من المؤسسات التي تنتج اللقاح راه يدير في دعايات عن طريق التواصل الاجتماعي من أجل ضرب الصين مثلا ومنتوجها، أو ضرب أوروبا أو ضرب أمريكا أو ضرب. إذن هناك صراع دولي الآن، هذا قلت لك مؤشر يبين على مفهوم الصراع المستقبلي نحو من يسيطر على العالم اقتصاديا، من يسيطر عليه تكنولوجيا، من الذي يسيطر على مقدرات العالم الآن. قد تدخل، أنا أعطيت مؤشر قبيل، ربما تدخل هذه الحرب الدعائية والحرب البيولوجية كمؤشرات، ربما حتى الأسلحة وحتى المعارك راح تتغير في المستقبل، ما تبقاش شكل المعارك التقليدية اللي نشوف فيها من يملك السلاح، من يملك الدبابة، أو من يملك حقول النفط. ما عادش يسحق النفط تاعك اليوم ما ينتجه اللقاح هذا ربما قد دخل القومي تاعك من النفط كامل. إذن فالمعركة الآن هذه مؤشرات حقية مستقبلية، للأسف ليست لدينا استراتيجيات ولا مراكز أبحاث تستشرف هذا النوع الذي حول العالم إلى مستوى آخر من التعامل ومن السياسات ومن التعامل الاقتصادي، التعامل السياسي. صحيح، العلاقات بين الدول الآن ربما أحيانا الدعاية نحن بحكم علاقتنا بالصين ندافع عن اللقاح الصيني، لأن هناك علاقة بين دولتنا، علاقة تاريخية مع الصين. صحيح، ربما رانا في مجال الصين الاقتصادي ولا في مجالها العسكري أو في مجال روسيا العسكري. صحيح، مع هذا نعم كل داخل استقطاب. أما الإشاعة، فالإشاعة شيء آخر، وهذا ما يحدث عندنا هو من نافلة القول. نحن مجتمعات تعبيرية، مجتمعات تسمع وتردد، قنوات صرف تسمع وتردد ما سمعته بالمعنى العام لو كان قاسي شوي نقول غوادة، نسيت تتحدث في الفيد في الفراغ، معناها المعلومة مش عارفها منين جاية ويسوق فيها، وربما يتعصب لها ويدافع عنها ويحلف ويثني اليمين على أن هذا اللقاح هو أحسن لقاح، فهم؟ إذن هذا فيروس، نقوله احنا إنسان، هذا حكم فيه فيروس تاع الدعاية، فهمت؟ لأن شعوب، نحن شعوب تتلقى، شعوب لما تبحث عن ذواتها
ذواتها العلمية وذواتها الوجودية في الكون كقوة منتجة أو كقوة لها وزنها على المستوى العالمي لا تجد هذا الشيء. نحن قوة كما قال أستاذ نمين حتى الدعاية وحتى الأكذوبة نستهلكها ونوظفها أسوأ توظيف. إذن هذه الإشاعة هي التي أضرت بعامة الناس وليست الدعاية. الدعاية قد تكون دعاية مضادة أيضا، فهمت؟ والدعاية تستعمل الآن في الحروب. هناك الآن مراكز كبيرة على مستوى التواصل الاجتماعي تبث في 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 ملايير عن طريق السلوكان، ملايير الأكاذيب وملايير التغليطات وملايير من المعلومات. إذا نحن لا نملك المعلومة، إنسان لا يملك المعلومة، لا يملك معلومة كوفيد ولا يملك معلومة الاقتصاد ولا يملك معلومة التكنولوجيا. والمعلومة الآن هو مكسب في العالم. من يكسب المعلومة الآن خاصة في عالم الاتصالات وعالم ثورة التكنولوجيات، من يكسب المعلومة هو هذه القوة الحقيقية، وهذه هي تقدر بالبترول الحقيقي بمقياس. نحن كدول العالم الثاني نشوفوا بالبترول هو المقياس الوحيد كما قالك نقيسوا به ما مدى دخل القومي ومدى انخفاضه، ومن بعد مش ندير التنمية على حساب هذا الدخل وخرج الدخل. اليوم هذه الحسابات ما عادش توجد في هذا العالم الجديد. لذلك بدأت بحديثي بمؤشرات الحرب المقبلة، هي حرب اقتصادية، حرب تكنولوجية، حرب بيولوجية، حرب من يسيطر على مقدرات العالم. صحيح، يعني فعند هذه النقطة سوف أتوقف عند هذه النقطة دكتور عبد الحميد. يعني عندما نتحدث عن هذه الحرب البيولوجية وهذا الصراع الكبير، يعني استطيع أن نقول بأنه سواء كان مصنع أو غير مصنع، فرض أن الواقع يخضع لمن يمتلك القوة التكنولوجية، لمن يمتلك القوة الاقتصادية، يعني هو الذي يستطيع فعلا أن يسيطر على ميكانيزمات وعلى دواليب السياسة والاقتصاد في المستوى العالمي. يعني هل يمكن يؤشر هذا الفيروس كوفيد لتحولات مستقبلية تؤدي إلى نظام ربما عالمي بمسار جديد، ربما تكون الصين فيه تكون رائدة على سبيل المثال في هذا المجال نظرا لما أثبتته من قوة تكنولوجية وقوة حتى في يعني أن نعرفها ووهان وحدها يعني فيها كم من مخبر متخصص في الفيروسات على سبيل المثال. الصين أحدثت حكومة إلكترونية، والصين الآن حسب ما صرح به الرئيس الصيني بأنها مستعدة لإنتاج 2 مليار لقاح جديد، يعني بعد هذه اللقاحات اللي وزعت. قدرة كبيرة، يعني التكنولوجيا وقوة كبيرة. هل يؤشر ذلك لوجود ربما نظام عالمي جديد وفق ميكانيزمات جديدة؟ نحن الآن نعيش يا أستاذ يوسف والأستاذ الفاضل، نعيش بل نحن نشاهد كما ذكرت، نحن عالم ثالث، نحن مستهلكين فقط للمعلومة، مستهلكين للإشاعة، مستهلكين لما ينتجه الغرب، مستهلكين أو متفرجين على صراع القوى العظمى. الآن وصلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى مرحلة كسر العظام بينهم، مصر لمراحل متطورة جدا في الصراع الاقتصادي من يتزعم العالم. كان هناك نتحدث على الثنائية القطبية، ومن بعد راحت الثنائية القطبية ونتحدث على الأحادية القطبية اللي هي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أصبحت هناك قوى عالمية أخرى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، بل نافستها، بل أصبحت أقوى منها عمليا. يعني حتى على مستوى الواقع نرى أنه الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا عندها لقاح أو اثنين، الصين نفس العملية، الصين ما تورده وما تصدره للعالم مليارات المليارات، من بل أصبحت تتحالف بها سياسيا على مستوى العلاقة الدولية. الجزائر من بين الميزات التي تميزه أنه عندها علاقات ممتازة جدا مع الصين، أصبحت العلاقات السياسية بينهما تبنى على نتائج أو نتاج هذه الأزمة. نعرف الكثير من العلاقات الدولية كما قلت في هذا الإطار. قلت نحن نشهد الآن تحولات عالمية كبيرة جدا سيكتبها التاريخ إن شاء الله مستقبل، أنه رانا في مرحلة من يكون زعيم العالم بمؤشرات جديدة، بمعطيات جديدة، بقوى جديدة، مش في قوى الاقتصادية عفوا الكلاسيكية اللي كنت تحدث عليها اللي هي السلاح وغيرها والبترول والنفط وغيرها، أصبحنا نبتعد عليها كثيرا. ولكن الإشكاليات على مستوى العالم الثالث الذي بقي متحكما فيه، البقية الكثير من تحث على الأستاذ على الإشاعة وما الإشاعة. نحن الآن نتحدث على كثير من الإشاعات على مستوى واقعنا العامي، ذكرها شيخ عباس قبيلة واحد مريح بالعامي واللي يتحدث هذاك اللقاح خير من ذاك اللقاح. صحيح. ونحن نتحدث على الصين اللي ندير مليار لقاح، الشعب يعني نقص. نعم صحيح. شعب اللقاح الولايات المتحدة الأمريكية بالملايين، أوروبا الدول الأوروبية بصفة عامة ملايين الناس اللي رمي يروحوا يلقحوا بعد نتحثوا هذاك اللقاح يصلح وما يصلحش. إحنا أنا هل هذا الفيروس مصطنع أو مش مصطنع؟ ما نش بالمعنى البسيط تاعنا
ماناش بالقوه هذيك اللي باش نتحدث على الموضوع هذا هنا. اندار صح راهو فيروس راهو ماشي في الناس راهو الناس تموت منه. ابقى انت تتحدث على انه راهو صنعوه وراهي حرب بيولوجيه وراهي مش عارف شيء. انا مجتمع احنا لازمنا باش نلقحوا، لازمنا باش نتعاملوا مع هالازمه اللي حطونا فيها مجبرين عليها انه لازم نتعاملوا معها. باش تبدا تقول او مصطنع هاي بعد مصطنع ما كانش مرض، كاين مرض صحيح كاين مرض اذا لازمك تتعامل معه كواقع بغض النظر على من داره، لان الحرب هذه خطينا، هذه حرب صحيح. عالميه نحن مفروض علينا ان نتعامل معها بالواقع. تبقى الان كل دوله كما ذكرت بقيل انه اصبحنا في 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 نظريه الاكتفاء او الانكفاء على الذات. الدول المغلقه على نفسها حتى الدول الكبرى اصبحت شي المثل الشعبي اللي نقولوا فيه احنا الله يلهيك في روحك صحيح. الناس تولاها في روحها، الدول لها في روحها، كل دوله تمنع بشعبها فقط، مع انه هناك كثير من 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 تحدث على استغلال هذه الجائحه في بعض المكاسب السياسيه سواء من السلطات السياسيه او سواء صحيح. من من المعارضات اللي داخل داخل هذه الدول. راينا في ذلك تونس قبل ما الازمه الاخيره السياسيه اللي عندنا مثلا وكانه تونس راح تموت كل صحيح. اليوم بعد قرارات الرئيس كش ما سمعنا الكورونا تقريبا ما عادش حتى عليها تماما، ربما هذا قضيه تلاعب حتى توظيف هذه الازمات للقضايا السياسيه. نعم نعم. هنا في الجزائر تحدثنا عن الكثير من الاشكاليات على مستوى تاجيج بعض الصراعات السياسيه وضرب السلطه والمعارضه للسلطه وتاجيجها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انه رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون تحدث عليه في كم من مره حتى في خطاباته صحيح. تحدث على الاشاعه وضروره محاربه هذه الاشاعات على مستوى لأن تؤثر على المجتمع. هذه الكلمات وهات الناس اللي تحدثوا على المجتمع راهم متاثرين من جهه، هو اصلا هذا السيد اللي راه متحدث الان ويتحدث راهو شوف في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فلان الفلاني قال فلان الفلاني فيديو يركب بطريقه معينه يحس انه كاين ازمه كبيره وكاين اشكاليات على مستوى الواقع وغيره، حتى انه نفسيا راح يتاثر هو كشخص ويتاثر عليه عائلته وتاثر المجتمع وغيره وغيره. اذا هذه الاشكاليات كلها وذكرها الاستاذ وذكرها حتى الشيخ احمد انه على الدوله هنا وعلى السلطه السياسيه وعلى الاراده السياسيه ان تعمل على ما يمكن ان نعمل عليه مستقبلا. الان رانا في وضع معين يجب ان نتعامل معه كما هو، نحاول ما يمكن انقاذه انقاذ ما يمكن انقاذه من الواقع الذي نعيشه، الابتعاد او منح هذه الجائحه منح يقول ايجابي باش نبعدوا عليها، ولكن يجب ان نعمل مستقبلا على ضروره صنع استراتيجيات مستقبليه لتفادي الكثير. وعندنا من الامكانيات كما قلت، تحدث شيخنا على المخابر في الجامعه، مش ما عندناش مخابر، ما كانش اراده سياسيه انه تفعل هذه المخابر. لو شفيتين علينا احنا الصين ولا شفيتين علينا كافراد، نعرف الكثير من علمائنا اللي راهم حاكمين على مستوى مراكز عليا ومراكز في القمه على مستوى الاستاذ زرهوني الطبيب زرهوني كان حاكم اداره الصحه في الولايات المتحده الامريكيه الجزائري ودارس الجامعات الجزائريه، ولكن كان عينه جورج بوش وقتها صحيح. انه هو اللي كان حاكم الامن القومي الصحي نعم على مستوى الولايات المتحده الامريكيه. بالقسم حبه الذي يتعامل مع الالكترونيات وغيرها كثير من الملايين ومن الاشياء وغيرها وغيرها وغيرها، كامثله بسيطه فقط جت في ذهني وغيرها غيرها قلت امثله جت في ذهني فقط. اما هم كثيرين الامكانيات الماديه التي يمكن ان تضخها الدوله لهذه المخابر وجلب هذه العقول المهاجره، حتى ما كانش عقول لا ما عندناش احنا على مستوى الجامعاتنا الجزائريه هنا من يمكنه ان يفعل هذه المخابر وان يطور منها الكثير، فقط هناك اراده سياسيه يجب ان تفعل هنا وتعطي هذه المخابر وتعطي هذه الامكانيات ما يجب امكانيات، لانه هذا الحرب العالميه المستقبليه حرب علم، من يمتلك المعلومه من يمتلك الإعلام من يمتلك المعطيات على مستوى الواقع من يستطيع أن يوظف هذه الإمكانيات الموجودة عنده في صراع لهذه الدولة كيف يتحالف مع بعض القوى الدولية. ولكن عموما نحن نسعى وهذا ما يسعى وهذا ما يجب أن تسعى عليه كل سلطة وكل دولة لكي تمتلك آليات الدفاع وآليات الحفاظ على البقاء، لأنه أصبحت هناك الدول أصبحت تعاني إمكانية بقائها أو زوالها تماما. صحيح فعلا، يعني في ظل هذا الواقع يعني العالمي اللي هو صراع عالمي وحتى في ظل تحديات داخلية يعني عدم استثمار في الطاقات والموارد البشرية وكذلك حتى في الإمكانيات، وربما شفنا في قطاع الصحة نحن دائما عندما نتحدث عن العوامل الرئيسية اللي تجعل من الدول يعني دول قوية وعملاقة نجد بأنها تهتم بالجانب الاقتصادي، نجد أن تهتم بالجانب الاجتماعي من خلال الرعاية الصحية وتوفيرها، لأن عندما يكون هناك عدد أكبر للضحايا ويكون عندما يكون المجتمع مريض بحد ذاته، يعني نقصد المريض المرض الفيزيائي هنا وليس المرض الاجتماعي، يعني مريض بالصحة الجسدية، وحتى أن منظمة الصحة العالمية
تصنف حتى الصحة النفسية في حد ذاتها تعتبر من 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 ما يمكن نوصفه من مؤشرات الصحة بالنسبة للإنسان. يعني لو نتحدثوا في هذا الإطار، الآن عندنا واقع معين نتعامل بهذا الواقع كما هو. الآن لو تحدثنا على مستوى ولاية الوادي على سبيل المثال، هل في تجاوب مع هذه اللقاحات الموجودة الآن اللي هي موجودة؟ وهل يمكن يعني ما هو الأثر الإيجابي لما يستخدم الإنسان هذا اللقاح، وبالمقابل ما هو الأثر السلبي إذا كان الإنسان يعني اعترض أو على الأقل يعني لم يخضع للتلقيح؟ والله في الحقيقة احنا تو في في أوج الأزمة نتاع الكورونا. نعم. لا والله نبتعد شوية عن الخطاب الأكاديمي، لازم نص المواطن. نعم. ناو لمس جاني مواطن يسقسي فيه باش نقدر نعاون، ناو موظف باش نقدر نعاون، قلت له عاون بحاجتين، دير اللقاح انت واهلك والدعاء. معناها كل ما تحوسش انت باش راك تحوس عن الماتريال، الغالب امكانياتك محدوده، حوس غير الوقت، لان الناس عادت كاين ناس ربي يهديها معناها عاد تتخذ ذرائع من كل تحدث على اللقاح يقول لك كيفاش اللقاح هذا وين تخدم في عام ولا عام ونص، ما على بلاش يري التكنولوجيا بكري باش يروح يدير الاكسبوزين تاعها في الامريكان، لازم عام ولازم فيزا ولازم عمال، معناتها اشياء من هنا راني هنا راهو شوفوا فيا في الامريكان ولا في الصين ولا معناها مازالت ما دخلتش راسها. مازال انسان نعطيكم اني ذكرتها في الفيسبوك، ناس صارت لي مولا 80 سنه نقنع فيه الحاج يروح يدير الفاكسان، قال يدير العقم. فهمتني؟ منا توصل حوايج منا ما يعطيك حتى حاجه. مازال هو عنده امل بعد يا ريت تكون قال لي عندي السكر. فهمتني ولا؟ قال لي راه يدير العقم. معناها يلتجئ بهموم غيره. فهمتني ولا؟ صحيح. وزيد ثانيه ناس حتى الفكر، معناها الفكر تاع الجمعيات ولا الفكر تاع التضامن ما عندناش. نعطيكم تو نقول لكم تقريبا حوش بعد حوش ولا ثلاث حشام بعد حشام، بنقول حشام مش منازل مش فاهم الناس، فيها باريت اوكسجين. ني رحت لواحد قال لي قلت له اعطينا الباريه وديروا جارك راهو، قال لي لا ولا على نقيها شايب يا مرض. قلت له ني خرجها ربما شايب يبعد عنا البلا هذا وين. ومعناها قلت له حتى قانونيا يكون يحب جارك يتبعك في العداله، معناها عدم مساعفه مريض في حاله خطيره عباره عن تاكسيدوم. معناها وصلنا لهالمنطق هذا وين، كيفاش رايح هذا وين حتى عن معناها حتى بكري نقول لك روح بعيد يرتب في القران يؤثرون على انفسهم. نقول لهم بعيد حتى في خطب الجمعه بكري عاوز باش تحدد سيرة عمر بن الخطاب وكذا، حدثني على التضامن كيما هكا. راني وصلت في مده كيما هذه ما نلقاش. نعطيكم مثال تو، التليفونات الترند اللي كلها كاش كونسنتراتور اكسجين، كاش كونسنتر، وعلى بالي ناس عندها، لان اللي جت لي كونسنتراتور اكسجين اللي جت للواد ما جات لحتى بلاصه، ما قدرش إمام الجامع، ما قدرش هاك الجمعية تطلع في دعم، اللي تطلع في كذا، اللي تغنى بمجتمع مدني ولا ناية ولا الأخر، ما قدرتش تقنع الساكنة نتاعهم في الحي هذا كوين باش تهزها، راهي كاين ناس راهي تموت، راهي تموت وأنت تستنى تقول لي يا ودي دول السبيطار، ولا كاين ناس في الأزمة هذه وين. نعطيكم مثال، الجيش الأبيض هو جيشنا، هو جيشنا حبينا ولا كرهنا، كما الجيش الوطني الشعبي الوقت اللي يجينا عدو. مازال الإنسان المواطن يدخل السبيطار نشوف فيها بعينيه، أولا لا داير بافيت لا داير حشيش جاي يطل، ثانيا مازال يهز لابتيت بيت. على بالكم تو رم الممرضين الأطباء، عندي ولادي زوز مرضى في الدار تو بكوفيد، معناها النفسية نتاعهم نهار وهو يقعد يتبع لك في لابتيت بيت، هاو الفرم اللي ما تلفتليش منه يا جماعة يهديكم ربي، راهو ما تلفتليش والله، هاو الصباطة هي مخاف روح. معناها مازلنا في حوايج ما كانش هكا لا كلمتي، ومازالت عندنا لغة الإشهار، هاني حاب نبان نايا هذه راهي مش وقت بنان يا جماعة، هذا هو مجتمعنا. صحيح. هذا هو مجتمعنا احنا يا الناس، كي قالوا تونس عندها وش اسمه بعثت اني واحد باسم جمعية متقاعدين باش نروح نتطوع في تونس، هذا عندك راه وصل الخطر لبيتنا. الناس الغالب يذرع واحد والله يقول لك واحد التلقيح حرية شخصية، ماهيش حرية شخصية، الحرية معناها لا 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 عندما كيفاش يقولوا فيها لا 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 حرية الآخرين، أنت كي تكون أنت مريض فهمتني وما ديرش لقاح ومصمم ما ديرش لقاح تقدر تمرض إنسان آخر. عليه ليه؟ لأن الإنسان الغالب كل شيء حنايا مشكلتنا يفتو، غدوة أنا في الاقتصاد عندي ما عندي حتى علم في الاقتصاد، ما نقدرش نناقش في الاقتصاد، كل شيء المشكله احنا اللي عندنا ما نخلوش لاهل الاختصاص. والله مازالت ناس يرحم الله والديكم مازال هك النهار قرعه تاع صدور راح يمشي يعبيها الاكسجين، فهمت؟ مازالت الناس ما كانش. وزيدنا من هالمنبر هذه وين نقول لهم حتى على الطب وعن ارواحنا، لان رانا في محنه ولا المخابر اللي عندنا نشرتها قدام خطره يا ناس، الناس كنت تحس بعضها. على بالكم مريض
في حال زوالي ما يقدرش يدير التحاليل هذه لي جي جي ام ولا يدير البي سي ار 13% ولا كذا. يا جماعه لو ان جمعيه تدخل مولا المخبر يا سيدي كان ما ربحش العام هذا العام العمر كله ربح فهمتني ما نقدرش ولا 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 طبيب طبيب مثال يعود بار اكزومبل ما يخرج من الكونسلتاسيون بالراديو نتاعها ب 400 500 الف صحيح ودي لازم تراحموا يا جماعه وراو الناس راهو اللي عنده زوز ولا ثلاث مرضى ولا اربع مرضى كيفاش راح يعيش كيفاش راح يعيش ولا ولا تقول لك كيفاش راح تقدر تعقب وزيد احنا راهو عندنا مجتمع حتى في الدعايه نقول لكم حاجه لو كان الدوله ما جابتش الفاكسان تلقى الناس هذا يقول لك الدوله قد ما عندها بترول ودوله ما دارش الفاكسان جابت الفاكسان ما نديروش ما تعرف منين تلفت لها هذه اللي قيم مجموعه وراه الغالب معنا المجتمع نتاعنا ما 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 نقولوا احنا ما تلذذش وما تعمرش بروح المسؤوليه وروح التضامن ربما نقولوا احنا ربما ذره نافعه نقولوا ربما الوباء هذا راح يكرس فينا وربما حتى في المجال التضامن كذا حتى في المنظومه التربويه على ما يدخلش لان هذه حاجه جديده جت علينا لان احنا رانا نحذروا لما بعد اللي رانا فيه رانا نواجهوا فيه ما عندنا حتى الحلخ لازم الناس تتعلم حتى في المناهج الدراسيه كيفاش الناس تتضامن كيفاش بار اكزومبل نقولوا احنا انسان كيجيك وباء وش دير وشو دور اللقاح نعطيك من من, من الاول للترمينال واحد ما قري على اللقاح ما هوش عارف اللي راهو اللقاح راهو ذات راهو دي جرم يعني خلق ثقافة صحية ثقافة صحية يعني نعم لأن كي تروح البلايس في أوروبا ومنه ومنه المريض ينخش طبيب هنا يروع على بالك قاعد كان يشوف الطبيب هاني باش نموت ولا يخرج الجانب السلبي يدير في دعاية معناه هنا لازمنا حتى سيطرت بعض الأحيان يعني سيطرت بعض الإشاعات السلبية يعني نعم. يعني الإنسان دائما فعلا يعني التخوف شيء طبيعي في الإنسان يتخوف من المرض يتخوف من الموت ولكن أن تغلب بعض الإشاعات الواهية يعني الغير باي. علمية يعني مشكل كبير والله في الإشاعات والله الحين يقول لك رول الباكسان وجاي من الخارج ما عليكش ولادك كل الباكسان اللي بدأت البي سي جي ويفوا في الخارج صحيح. زيد نعطيكم حاجة قلت لسقسي أمك العجوز نعم. تقول لك نير نجيب 8 أولاد في عمري نعم. عيشت ربعة وربعة ماتولي بابو سلطان ولا ابو زداء ولا ابو حمرون كي درنا الفاكسان نقول لكم الله يبارك ربي ما عادش طفل يموت كان الاكسيدون فهمت ما عادش الامراض بكري كان الناس تدفن معناه فعالية الفاكسان عاد بكري ابو حمرون ولا ابو زداء كيما نقولوا كيجي الطفل لازم يموت تو الطفل باين فيه رش خفيف معناه الفاكسان انت درك ديره كل الفاكسان وما ديرش اللي كنت وزيد نعطيكني حاجة والله يروح حتى ابعد منها كاين اللي يقول لك نير ام شعود يسيروا فينا بالمغناطيس هاكو يسيروا بالمغناطيس دروها لولدك تاع البي سي جي يبدو يسيروا فيه من النهار الاول فهمت اللي زدتو حرفيه انت فهمتني بعد عامين باش قلت لكم لا كيعودوا باش يسيروه عن ذهنياتهم كما تقول انت يبدوهم البي سي جي من السادس ابتدائي يقول لك نير تاع الغرب مش تاعك انت واصلا هو الان حاصل يعني غسيل الدماغ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الهواتف عن طريق الانترنت يعني يحتاج الى تكنولوجيا هذه ربما حتى يعني لا أدوية كل يعني حتى لا أدوية أخرى يعني مادي ولد الفاكسان مادي ولد الفاكسان ويديرها في التعافي 9 شهر كنهارت لقيتنا وياه قال لي الفاكسان قلت له الفاكسان هذا على جدوي تعرف الفاكسان هذا مين صحيح يعني هذه لما تحدث الدكتور يعني هو في الحقيقة يعني هذه الإشكالية اللي وقع فيها الدول المتخلفة اللي هي نسميها بدول المحيط كما تلقى عليها الدكتور سمير أمين في نظرية المحور المحيط في العلاقات الاقتصادية وفي العلاقات الدولية يعني الإشكالية أن الدول الغربية يعني لا تفتقر إلى آليات ووسائل حتى تتحكم في الشعوب الدول المتخلفة هي موجودة عندها كما كتب هربرت شيلر قال المتلاعبون بالعقول يتحدث عن الإعلام وكيف يسيطر ويستطيع أن يصنع يعني وغسيل دماغ وغسيل يعني الآن طور التكنولوجيا لكن عمليا الآن كيف نستطيع أن نواجه ذلك يعني ما هي الإدارة اللي ممكن في المرحلة هذه أنها لأن لما تحدث الدكتور على سبيل المثال وكما تحدث الأستاذ أحمد ديدي وكما تحدث الأستاذ عبد الباسط نحن لدينا أزمة هناك إدارة الأزمة هناك الإدارة بالأزمة هناك يعني في كل الأزمات في العالم هناك من يستغل الأزمات شيء طبيعي ولكن في المقابل ما هي الاستراتيجية الدفاعية اللي ممكن نتبعها الآن اقتصاديا من أجل التقليل أو التخفيف على الأقل من هذه الأزمة القضاء عليها مستحيل بطبيعة الحال لأن ليقضي عليها هو المتحكم في ذلك لكن هل ممكن تكون عندنا وسائل على الأقل ولو على المستوى الفردي أو المجتمعي أو حتى على المستوى المؤسسي الحكومي في الحقيقة الإشكال الأول هو عندنا إشكال الوقت نعم أن باش نسير أزمة لابد أن نحسب ألف حساب للزمن فعلا إحنا الزمن ما نحسبولوش
هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، احنا مجتمع نأمل بالسلطة الفوقية، نطلب القرارات الفوقية، معناه باش مجتمع وحده يسير أزمته ما يقدرش. هذا الشيء صحيح. الآن إذا لقيت تاجر يستنى في إجراءات الدولة، إذا لقيت صناعي يستنى في إجراءات الدولة، إذا لقيت فلاح يستنى في إجراءات الدولة. احنا رانا في أزمة، أزمة حقيقية وأزمة معناها نتاع مستقبل. صحيح. أنا الآن الإجراءات اللي راهي تدير فيها الدولة تقدر تقول هي معناها مجارات الأزمة. لازم احنا ما نجاروش الأزمة، لازم نديروا استراتيجية واضحة للمستقبل، مش مجارات الأزمة. مجارات الأزمة مجبور أنك تسيرها، لأنك عندك خلايا أزمة متنوعة، هذه لجنة علماء، وهذه لجنة سياسيين، وهذه لجنة تعديل انتخابات، كل دير على روحه. ولكن لازم كدير خطوات عملية ثابتة حقيقية باش تحل الأزمة. الآن رانا تقريبا في العام ونص من ظهور الوباء هذا، وما زالت كل القطاعات تعاني، ما كان حتى قطاع راهو يشكر في إجراءات الدولة، سواء كان صناعي أو تاجر أو فلاح، ما كان حتى شيء. في المقابل لا توجد حتى مبادرات من القطاع الخاص من أجل الخروج منه. لازم تفهموا مليح، القطاع الخاص ما يقدرش يبادر، لازم الدولة تكون واضحة الرؤية. كان غموض، كان ضبابية في أغلب الإجراءات، حتى إذا ما كانش في الكواغة الضبابية تلقاها في التطبيق. اليوم ولاية كما ولاية الواد، مانيش راني جهوي ولا راني في الجهوي، ولاية كما ولاية الواد، الشيء اللي دراته في بداية الأزمة من تمويل السوق الوطنية من الخضر والفواكه ما يعلم بها إلا الله عز وجل، هي ولاية بسكرة وبعض ولايات من الغرب. الآن ولاية كما هذه كما قال الأخ جمال تجازى بمستشفى واحد، ولاية طول عرض تجازى بمستشفى واحد، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أين هو الدعم لهالناس هذا اللي كانوا في يوم الأيام وسيكونوا؟ لأن أنت إذا ما عندكش أمن غذائي عندك أزمة أخرى ثانية، أزمة وبائي وأزمة غذائي، يعني أنت عندك المشكلة تضعف. نعم، تداعيات يعني. الشيء الثاني، كي تقول الصناعات اللي راهي موجودة في الجزائر كلها صناعات ما هيش مكتفية بالسلسلة الإمداد المحلي، كلها تجيب معناها المادة الخام أو المادة الأولية أو المادة اللي باش تركبها من الخارج، سواء كان من الصين أو من الطنيان أو من كوريا الجنوبية. معناه لازمنا حلول، حلول عملية، مش حلول تحديث قال باش نحلوا الأزمة، قال باش نديروا، لا، لازمك تدير نقطة بنقطة، دير بالقدرات الموجودة عندك. أول قدرات موجودة عندك اللي راهي حقيقية الآن هي القطاع الفلاح. بعد تكلم على البترول، بين البترول هذاك حالة استثنائية، طلع ما طلعش هذاك ما تعول عليه، لأنه ما عادش عنده مستقبل، من على 15 20 سنه ما عادش مستقبل، كنت طاقات اخرى بديله، بديله. وحتى كرنا درنا وزاره الداره تاع الطاقه المتجدده وكذا، شيء جميل، ولكن لازم تتفعل، تتفعل معناها باجراءات عمليه تكون ملموسه. صحيح. هذا الشيء هو. الشيء الثاني، قطاع كما قطاع الفلاحي لابد ان تنظر اليه نظره استراتيجيه، ما عادش انظروا له نظره ينتج وناكل، لا، انظر له نظره استراتيجيه، لانه لو حقق لك في عهد الازمه هذه تعقول حقق لك الامن الغذائي اللي هو حلك أن تقريبا 80% من الأزمة تاع الكورونا. كون جعت انت الوباء وزيد جعت، تموت بموتين، موت يا ما موت بالوباء تموت بالجوع، حتى المجاهد تاع الكورونا يموت بالجوع. احنا الحمد لله رب العالمين، معناها راه كانت تخرج هنا شاحنات الولايات الموبوءة اللي مغلقة تماما، كانت غلق تام، معناها كانت هناك كما نقولوا احنا أمن غذائي حقيقي ملموس. هذا الشيء لو نعتني بالقطاع الفلاحي. بعض البعض يتكلم على القطاع السياحي، القطاع السياحي راهو جيد، مش مش جيد، ولكن في حالة الوبائية كما هذه دول عظمى معناها في السياحة، كما في إسبانيا، كما في فرنسا، كما ماليزيا، كما حتى الصين، كما اليابان، دول رد بالك دول صناعية ولكن أيضا عندها سياحة. ولكن الكوفيد هذا غلق المجال هذا كله، السياحة هذه نسبية، معناها في حالات الأزمات الوبائية هذه ما نعتمدوش، ما نركزوش ياسر على قطاع نايم السياحة ونديروا للسياحة والعقار السياحة، خلينا من الخطاب هذا نروح نركز على الشيء. أول شيء هو الأمن الغذائي. الشيء الثاني نروحوا له هي الصناعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، هذه نركز عليها، نركز على المبادرات، هالحاضنات هذه الصغيرة، هذه هالشباب هذا، نعطيه فرصة، نعطيه فرصة باش ينتج القيمة المضافة، مش نعطيه الدراهم وياكل الدراهم وما ينتج حتى شيء. احنا الان رانا مجتمع نستهلك في الكتله النقديه ونستهلك في المنتوج اللي جينا من الخارج، معناه ما عندناش حلقه دور
محليه باش تنمي التنميه، معناه النمو تاعنا احنا نمو بترول دبر، نمو محروقات، كي نقولوا الاقتصاد الجزائري ما ب 2%، اقتصاد ريعي، احنا نفتشوا على النمو الحقيقي، خلي الناس تخدم، لان الناس كل ما تنتجش وتستهلك الشيء اللي تنتج فيه رانا ندوره في حلقة مفرغة، وخاصة ربما في حالات الإغلاق، يعني شهدنا أن كثير من الدول شهدت حالات إغلاق يعني، وربما من المتوقع مع المواجهات هذه وحتى مستقبليا يعني لابد أن تأخذ نأخذ الاحتياطات كل الاحتياطات نعم. نأخذ كل الاحتياطات، لأن الآن إذا الإمكانيات المادية اللي زادت متوفرة ربما تزينا عام ونص ولا عامين ولا ثلاثة، نحاول أننا ما نأخذهاش إلا في الطريق نتاع الخروج، نخلق قيمة مضافة تعوض لنا الشيء اللي رانا نخرجوا فيه، لأن رانا رايحين المستقبل الأيام عامين ونص ثلاثة إذا بقينا بنفس الوتيرة هذه رانا نعيشوا الكارثة الاقتصادية. صحيح. ندخلوا المديونية وندخلوا سياسة الدول الأخرى باش تسيطر عليك، لأن باش تعطيك دراهم، والبعض يفكر ما نسلفوش عند صندوق النقد الدولي باش ما يفرضش علينا، نروحوا نسلفوا عند الصين ونسلفوا عند دول الخليج، نفس الشيء التسلف ما عنده يدير لك واحد زوج ثلاثة أربعة، لازم تشرب من عندي ولازم معناها ضغوطات لازم تكون، وهذه رئيس الجمهورية يقول أنا ما نسلفش معليش اليوم راهو عندك، ولكن لازم تدير الحلول المستقبلية، واش رايح تدير بعد عامين؟ واش رايح تدير بعد ثلاث سنوات؟ فحقيقة المواطنين اللي راهم فعالين وينتجوا كذا يكون يلقوا معناها الدعم الحقيقي والإجراءات الحقيقية اللي تخليه مثلا قال إجراءات ضريبية، إجراءات جمركية، معناها تخلي الناس تخدم. يعني احنا رانا مشكلتنا الآن ما نخلوش اللي يخدم وما نحبوش نخدم. صحيح، يعني عمليا لابد من توفير نوع من الأمن الغذائي كما تحدثنا، يعني الأمن الصحي، تحدثنا على الأمن الصحي، الأمن الغذائي كأمن اقتصادي، حتى إعلاميا يعني لما تحثوا عن الآن محددات الأمن الوطني، يعني الأمن الوطني ليس فقط هو الحماية من الجريمة أو بل هو حتى حماية الأفراد، حماية الحريات، الأمن الفكري، الأمن الاجتماعي بصورة عامة. إعلاميا هل يمكن إدارة مثل هذه الأزمات؟ مثلا على سبيل المثال لما نتحدث الآن وسائل، بعض وسائل الإعلام اللي هي بطبيعة الحال الخاصة والرسمية وتحاول أن توصل الرسالة الإيجابية، لكن في مقابل ذلك هل يمكن مستقبلا أن تزيد من فاعليتها في تنوير المشاهدين وعلى الأقل المتتبعين لها إعلاميا؟ لأن الآن نرى نشوف دعاية الفيسبوك كادت أن تتغلب عن القنوات الرسمية، يعني سواء كان إذاعة أو تلفزيون، في مقابل هناك تفاعل كبير جدا مع وسائل فيسبوك. هل يجب على كل وسائل هي كذلك أن تدخل لهذا الغمار؟ ودور الجمعيات الآن والمجتمع المدني في هذه العملية، يعني الآن أصبح الإعلام كما تعلمون ليس فقط الإعلام المؤسسي الرسمي بل حتى إعلام المواطن. لما أقول النظام تقليدي كلاسيكي ومؤسسات تقليدية كلاسيكية يمس أو نجر هذه الكلمة على كل المؤسسات، اقتصادية، اجتماعية، إعلامية. إذن إعلام دول العالم الثالث لا يمتلك التكنولوجيات التي يمتلكها الإعلام المتطور. صحيح. من حيث التقنيات، من حيث الكوادر، ومن حيث المجالات، مجالات البث مثلا. صحيح هناك محاولات من بعض الإعلاميين وبعض المؤسسات، ولكن لا تكفي. الإعلام المفروض هو لسان حال الأمة، وهو الذي يصنع الرأي العام، والإعلام هو الوسيط الحقيقي بين المواطن وبين الدولة، وبين المواطن وبين المعلومة العالمية. ولكن هل وصل الإعلام لدينا إلى هذه الاحترافية، وهل تبوأ هذه المكانة العالمية؟ هذا لما تسمع وكالة تاس، ولا تسمع وكالة رويتر، ولا تسمع هذه الوكالات الكبرى العالمية الآن، وأيضا الإعلام حتى على مستوى العالم الآن، لما ظهرت الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وهذه الإعلام المتعدد، هذا أضعف كثير من الإعلام المسير مركزيا. اليوم المواطن يتحدث عن نفسه في شاشة صغيرة، ما عادش يطلب منك أنت مش تتحدث عليه. اليوم الصورة مباشرة، حادث وقع آنيا يشوفوه العالم كامل، ما يستحقش الصورة مش تروح للمخبر وتروح يعالجوها ومن بعد يبثوها ومن بعد يقننوها ومن بعد يزيدوها وينقصوها. الآن هناك تحديات كبيرة حتى بالنسبة لإعلامنا. إعلامنا لازم يكون في مستوى التحدي. إذا كانت هناك استراتيجية قوية جدا
كما أشار الإخوة في هذه القضية الأساتذة، يدخل الإعلام ضمن هذه الاستراتيجية. لأن لا تكون هناك استراتيجية بدون إعلام مبشر بها، ويصبح الإعلام عنده مصداقية حقيقية. اليوم فيه ناس وخاصة الأوساط، حتى الأوساط التعليمية كبرى مثقفين، لا يثق في إعلامنا، لا يثق في ما يسمى بدكاكين الفتنة. ما زالت لحد الآن تنبش في التاريخ وتضرب في شخصيات وطنية، وما زال لحد الآن يسروا فيك الأفكار الإيديولوجية بعيدة كل البعد عن الإعلام الذي يصنع الاستراتيجيات الكبرى للتنمية. لأن الإعلام تنمية في حد ذاته، لما تعطي معلومة صحيحة للمواطن نراك تنمي في قدرات المواطن فكريا، وراك تربطه بالعالم وتربطه بما يحدث في العالم، وتخليه شخصية عالمية بواسطة الإعلام. وثم الإعلام هذا إذا كان أنت وطنيا ما قدرتش توجه مواطنك، الطبيعة تتأبى الفراغ، الإعلام الأخر ما ينتظرش. اليوم رأي فيه منافسة دولية، من يملك الحقيقة ومن يملك المعلومة، من يملك التكنولوجيا هو الذي يؤثر في هذا العالم. هل نحن نمتلك هذه الوسائل التي تؤثر في العالم حتى في الغرب؟ نحن الآن حتى إعلامنا الآن ربما كثير، أنا شفت بعض القنوات فتحت عندنا وفي جوانب أخرى، حتى المعلومة يستقي منها في طوم وجري وما نش عارف، ومعنى إعلام فارغ، هياكل بدون روح، ما فيش تعطير، ما فيش تكوين، إعلام موجه. والإعلام موجه للأسف، للأسف هو إعلام إيديولوجي، سواء كان هذا الإعلام موجه من طرف الدولة ولا موجه من مؤسسات خاصة. إذن فإعلامنا الذي نبحث عليه مش يكون جند أو يكون من جنود كما الجيش الأبيض وكما الجيش الذي يحمي الوطن، أيضا الإعلام هو بوابة وهو قلعة كبيرة يجب أن تكون حتى هي قلعة من قلاع الدفاع عن الوطن، وقلعة من قلاع تكوين المواطن وإعطاء الحقيقة للمواطن. والإعلامي لازم يتطور، يتطور في تكوينه، يتطور في ماهيته، يتطور في وضعيته الاجتماعية، يتطور حتى في شخصيته، معناه كشخصية محترمة داخل البلاد. اليوم كثير من الإعلاميين نعم في طرح القضايا وفي على مستوى الجامعة أيضا، مفروض هناك معاهد اتصال كبرى حتى جهوية، مش مركز واحد في العاصمة ما حد اتصال واحد الناس كل راي فيه، لازم يكون واحد في ورقلة مثلا ولا في الواد، واحد في البسة، واحد في ليه، من أجل تنمية تطوير الإعلام. تطوير الإعلام هو تطوير التنمية، تطوير الإعلام هو تطوير الدولة. لأن الدولة لما يسمع عندها صدى وعندها صوت وعندها تأثير قوي من خلال مؤسساتها الإعلامية على العالم، راي تفرض روحها على العالم. صحيح صحيح. مدامنا في نقطة الإعلام، والله نقول لكم الإعلام مقصر في الجائحة هذه، ولمس نتفرج في واحد الحصة من خاصة مقصر، ضعف إعلامي، ضعف خاصة انتو على بالكم الإعلام الإعلام المحلي ولا الإعلام الجواري كما يقولوا. يعني عنده نشوف في حصة في تسمسيلت، في ذاعة تسمسيلت دايرين شغل تليطان، من يجيب لنا ليزاباري دوكسيجين على المباشر نهار كامل، الناس تجي في ليزاباري دوكسيجين، طفل جايب معاه باكيت تاع ديبافيت. معناها الاعلام تو كيجي نحدث على استراتيجيه الدول والفيروسات بين العالم وبين كذا، وني فاهمها واحد ما تكفي في قريه في قرام الوادي يا جماعه، فهمتني ولا لا؟ حتى تحرير قامت بالشيء هذا الخبيث. معناها نحكي لك، معناها يديروا ان تيليطون، تقدر هيئه دير تيليطون في جمع اموال، في جمع، ما تخليش الامور سايبه ب ب ب ب معناها مشاركه الاذاعه، مشاركه التحرير، مشاركه اشياء كيما تكون منظمه. لان كاين ناس ياسر اللي تحب تساعد تقول لك ما لقيتش قنوات اللي باش نساعد بها، انا نخاف نساعد نوحل فيه. لازم نديروا كيما هكا، لازم نوعوا الناس حتى الجانب الثقافي. ذات الجانب الثقافي علاش ما نديروش حصص للاطفال، انا هو اللي يدير لنا احسن صوره اللي تمثل التباعد. معناه ما كانش كاين ركود، كاين ركود، معناه قال مثال رياضي، انا هو الرياضي اللي يقدر يحدثنا عن الكوفيد، معناه ما كانش، بقينا غير نتحدثوا في الاكسجين، جي الاكسجين ما جاش. هذا سي عباس، هذا تحصيل حاصل، هذه راه نواكبوا فيها كله، تتحرك فيها كما قال الشيخ لمين. نحكوا كيفاش الدولة تستعد مستقبليا لهذه أزمة، ربما يجيك أزمات أخرى، ما تخليناش ديما ننتظر في الضربة وانت جيني وتكون عندي ردة الفعل. كيفاش يكون عندنا عمل استراتيجي مستقبلي، عمل خلية طوارئ مثلا، رصد أموال كبرى عن جانبا، هذه لأي شيء معناه جاينا. ما نبقوش دائما في الفعل وردة الفعل، لازم نخرج من ردة الفعل إلى الفعل، إلى 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 الاستباق، لتكون عندنا رؤية استباقية للأحداث كيجي على الأقل جينا هينا وكون مستعدين. الإعلام قد يخدم الجانب هذا، مثلا لما يقوم بعملية توعية كبرى
على مستوى كل المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة، وهذه توعية قالها خاصة بالكوفيد، شهر أيام مفتوحة على الكوفيد مثلا. أيوة. أني معاك في القضية، أنت ربما تحث على أفق، أنا نتحدث عن نتحدث عن الآن وحتى على الأفق كل، ما تحدوش غير الجانب هذا. أنا أعتقد الاثنين يعني صارج عليك دكتور عبد الحميد، يعني الاثنين رانا في نفس نعم. أنتم الاثنين في نفس الإطار عمليا، يعني لما نتحدثوا عن قضية المستقبلية يعني كيفاش نعد ذلك، لكن في ذات الإطار يعني قبل ربما ما تعقب الدكتور عبد الحميد، يعني في ذات الإطار عندما نتحدث الآن عن دور مثل المجتمع المدني، عن دور الفعاليات المختلفة حتى على المؤسسات، هل نستطيع أن نقول الآن كأننا رانا في مازلنا في مرحلة الصدمة الحمد لله، رغم أننا في الموجة الثالثة، لكن الصدمة هذه إذا بقي الإنسان في مرحلة الاستسلام وفي مرحلة الانتظار من الخارج، يعني فعلا ممكن أشياء ننتظرها من الخارج، لقاحات أدوية، ولكن في ذات الوقت ممكن يكون هناك عمل مكمل داخلي كدفاع ذاتي آلي ضد أي خطر من المخاطر، يعني في هذه النقطة ربما أو حتى تعقب في يعني نفس الإطار. وكنت حدث أسد على الموضوع هذا، إحنا كنا نقضوا عشر سنين نحن نقعد في وضع الأزمة في وضع الصدمة. صدمة. ليش؟ لأنه ما عدناش استراتيجية، ما عدناش بناء قاعدي سليم وصحيح أنه نخدم هالأشياء هذه. تحدثوا على المبادرات اللي كانت حتى لها الشيخ بسط، مبادرات فردية وموجودة المبادرات، بس ما كاينش استراتيجية معينة باش نتحدثوا على مبادرات تبناها كدولة ولا هياكل. المجتمع المدني يقوم كما قالك، واحد يوظفها سياسيا، واحد يقول لك الانتخابات الجاية كاين لازم نبان، واحد لازم نمد دولة وعنده أغراض خاصة شخصية، بل أكثر من هذا حتى عدنا نصبحوا يجيبوا في أشياء أو تمويلات من عند الناس وكذا ومنه وراح يبزنسوا بها وبيعوا غيرها وغيرها. وكثير من الأحداث اللي وقعت حتى الأجهزة الأمنية عندها الكثير من الشيء اللي حكمتها، لأنه ما كاينش استراتيجية واضحة. تحدث شيخنا بحبت نعقب عليها نقطة مهمة جدا، مش فقط الأمن الصحي والأمن الغذائي، تحدث شيخنا والحمد لله الأمن الغذائي تقريبا نقولوا سيرنا لباس، تحكمنا فيها بنوعا ما، ما كانش ما عندناش أزمات غذائية كبيرة. الأمن الفكري والأمن الإعلامي حين. الأمن الفكري والأمن حتى أصبحنا نتحدث على مش الأمن الصحي، الأمن السبراني نعم سيسي تحدث عليه. الأمن السبراني الكثير من الإشكاليات اللي واقع على مستوى المجتمعات تأثيرها تأثيرات خارجية، كيف تؤثر على مستوى الإعلام من المحتوى المحتويات الإعلامية اللي موجودة في هذه الأجهزة المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها المتعددة، مش موقع فقط واحد. نعم الإعلام، من يمتلك الإعلام، من يؤثر في الرأي العام، بل أكثر من هذا من يصنع الرأي العام. إحنا هالإشكاليات على مستوى الإشاعات والناس هذا أفكار وغيرها وغيرها وغيرها، منين جاية؟ منين ما عندناش إحنا من صنع الرأي العام المحلي، ما عندناش قنوات إعلامية تصنع الرأي العام المحلي، ما عندناش صفحات فيسبوكية قوية تصنع الرأي العام المحلي. اللي موجودين اجتهادات فردية هكذا، واحد طبيب قالوا في فلسة فلانية راهو يتحدث بطريقة معينة، وواحد طبيب مش عارف شي قال لك العكس، وواحد أستاذ مش عارف منين، وفوضى العمل الجمعوي مازلنا في مرحلة الفوضى. واحد مواطن حتى مش فقط في كوفيد فقط، حتى على مستوى الحملات التضامنية المتعددة في العيد ولا غيرها والمناسبات الدخول الاجتماعي وغيرها وغير، واحد يدي 10 ملايين وواحد ما يدي حتى دوره، لأن ما عندناش استراتيجية محددة لتنظيم العمل الجمعوي، وراح نقعدوا فيها الإشكاليات هذه لأنه لم تبنى استراتيجية واضحة ودقيقة للعمل الجمعوي. مش غير هذه فقط، نتحدث على الأمن الفكري، احنا من وعدنا الإمام اللي معروف بالفتوى هنا في الجزائر صحيح، لأن هذاك فيه كذا وهذاك راه تبع للجهة الفلانية وهذاك مش عارف واش بيه وهذاك مش عارف واش بيه، قعدنا نكسروا في القدوات وقعدنا نكسروا في الأشياء هذه، ونروح نجيبوا فتاوى من الخارج ونسمعوا فقط القنوات الخارجية اللي نجيبوا منها الفتوى، ومن بعد نلقوا في نفس المسجد ونفس الجامع واحد يصلي بطريقة واحد يصلي بطريقة ونلقوا ناس متعاركين بعضها، لأنه نعم بالضبط واحد يفطر بالضبط، وفي إشكالية على مستوى الوقائع اليومية للمواطنين، لأنه نبني استراتيجية لا إعلامية ولا استراتيجية للمجتمع المدني ولا استراتيجية أصلا سياسية على مستوى ما يمكن أن يحدث مستقبلا، وهذا العمل الذي يجب أن تعمل عليه الدولة، كيف تبني أسس أو قواعد أساسية لمواجهة كافة الإشكالات التي ستحدث مستقبلا وستحدث أكيد، لأن العالم الآن أصبح في صراع دولي كبير جدا. العالم كما قلت وصل إلى مرحلة القوى العظمى، وصلت إلى مرحلة كسر العظام فيما بينها، ونحن ستحمل هذه المسؤولية ستحمل هذه الأعباء، لذلك يجب أن نعمل كيف نحمي مواطنينا كيف نحمي مجتمعنا من هذه الإشكالات المتعددة والكبيرة جدا. صحيح، يعني في هذا الإطار نستطيع أن نقول بأن الآن الحروب التقليدية بالمعنى العسكري وحتى بالمعنى الاقتصادي ربما تتطور إلى حروب بيولوجية حروب تكنولوجية،
ربما حروب أخرى، يعني في هذا الإطار حتى أي دولة من الدول تستطيع أن تحمي أمنها وتستطيع أن تضمن استقرارها لابد لها أن تكون لها استراتيجية، لابد أن يكون لها تخطيط وقرار صائب يستطيع أن يصور رؤية مستقبلية لما تكون عليه في مختلف الجوانب. يعني ربما الحديث يطول بنا بطبيعة الحال، لكن الوقت أخذنا، ولذلك يعني هذه الحصة يعني سننهيها، وإن يعني كان أو واحد منكم عنده كلمة أخيرة يعني تفضل بها. ما في حتى مشكلة في نطاق المجتمع المدني. نعم، إحنا كما نعطيك عندنا جماعة يغسلوا في الموتى متطوعين. نعم، جبت لهم ناس اخرين باش يساعدوهم، لا ما جبناش، معناها احتكار حتى انسان جاي من حوشه. هذه هذا هذا واقع صاير فيه، لا ما نقبلوش هذاك يعاوننا، يا ودي يعاونكم، لا احنا لازم نحتكروا. جمعيات شفتهم في السبيطار يجيب في اكسجين، يجيبوا في حوايج، لا الجمعيه هذيك ما تخلوش، معناها ما عندناش روح تاع الناس تخدم مع بعضها. هل المنطقه لا لانها مش لله، حب الظهور، حب الظهور تظهر. جاي يغسل في ميت منحوش مثال موظفه، قال له ما نقبلش يا ودي، هذا وين نشات قبل كي وصلنا بالصراع بيناتهم، قال لي ديروا امبيرونس كيف جمعيتنا احنا حتى، معناها توصل. والله هذا هذا واقع معاش، معناها الغالب احنا حتى المجتمع المدني ولا الجمعيات ما عرفناش نكيفهم. ني قلت لهم تو نيك نتحدث، قلت لهم من المفروض جمعيه المساجد، لان احنا يمسنا الخطاب الديني اكثر، جمعيه المساجد والائمه، انت جمعيه تاع مسجد تلمي تو من الديار لي كونسونتراتور دوكسيجين، انتم جمعيه المساجد تقنعوا الناس الاكثر اكثر المجتمع المدني المدني، وهالجمعيات تعرفت انها بعض منهم ما نقولش كل ما تهمش الناس انتهازيين وعندهم افاق اخرى بشيء، لكن ناتي المسجد لان احنا بكري يكبر الانسان، لكن ناتي كي يصلح للامام يصغر. فهمت، نصلح للائمه نتمنى باش يقوموا بمبادرات تدور عليهم، اما هالمجتمع المدني وغيره راهي رسكله تمددت حطت في وقت ما لأغراض اللي يعلمها الله سبحانه وتعالى. دكتور دكتور لمين تفضل، نرجع لك فرق مثال في دقائق. الصين، الصين لازم تعرف اللي في أواخر الستينات وقع صراع بين ماو سي تونغ وبين ستالين على النهج الاستراتيجية اللي يديرها كل واحد في مستقبل الأيام. ستالين قال نديروا ما يسمى بمشاريع دي برنيس، صناعات الثقيلة والمثقلة كما دارها بومدين وجماعة المنخذين. ماو سي تونغ قالوا ندير الصناعات الخفيفة، معناها الكري والقوم الصغير والبوبية الصغيرة. مشوف في 78 تفطن الصين باللي الرأسمالية باش تسيطر في يوم من الأيام بقوتها، لأن شافوهم أقوى من الاشتراكية تاع روسيا. داروا استراتيجية عام 78، في 2020 رامي نفسه في أكبر قوة اقتصادية في العالم حتى نوصلوا إلى ما وصلنا إليه اليوم. معناها احنا اليوم رانا لنا 60 سنة من الاستقلال، وما زلنا الاستراتيجية تاعنا كل ما خلقناش فيها واحد النقطة، مع احترام الكلام جماعة كل لمت الكلام هذا كل في أن الدولة تخلق الثقة، ما عدناش ثقة، لأن المجتمع في بعضه، لا المجتمع ثايق في الدولة، لا المجتمع ثايق في الأطباء، لا المجتمع ثايق في اللي يجي في اللقاح، لا المجتمع ثايق في اللي يضرب في اللقاح. معناه كان عندنا أزمة ثقة، لا نثيقين في إعلام ولا نثيقين في طبيب ولا نثيقين قرار، معناه أزمة الثقة. ما تعالجها هذه مش يعالجها المجتمع، تعالجها الدولة بالدرجة الأولى باستراتيجيات واضحة وحقيقية، ما فيهاش اللف والدوران. كي تقول باش ندير كذا ندير كذا، باش تقول ندير كذا نوظف ألف نوظف، معناه لازم تكون أشياء محسوبة، واحد زائد واحد تكون عملية يعني أشور عملية. ما إذا بقينا في هالقرارات الفضفاضة وهالكلام وهالمجتمع مدني ونسطحوا فيه بالبندير لا ماهيش هكا، راهي الأزمة ما تسيرش بالسطح، راهي تسير بإجراءات عملية واضحة. إذا تحتمت على الدولة أنها تدير إجراءات قانونية تدير إجراءات قانونية، صحيح. ما تخليش الأمور مايعة لمن هب ودب، من يضرب البندير ويسطح في المجتمع، لا رانا في مرحلة أزمة. نعم تفضل أحمد. إذا أردنا أن ندخل لهذا العصر، العصر المؤشرات بتبان لا مكان للضعفاء فيه، والجزائر لها من المقدرات والإمكانيات يؤهلها مشكون دولة قوية مستقبلية، شريطة أن تتبع طريق النهضة التي مرت عدها دول، تعليم جيد بعيد عن الأيديولوجيات. نعم. معناها مدرسة جزائرية إذا أردت وجامعة. أن تهندس للمستقبل. نعم. عليك أن تبني مدرسة جزائرية علمية حقيقية، كي نقول مدرسة بما فيها الجامعة وبما فيها المتوسطة وفيها الثانوي وكل شيء، وأن تكون رعاية صحية جيدة، وأن تكون هناك حرية ديمقراطية حقيقية حتى
نستقطب كل الأدمغة التي هاجرت من عندنا، وربما نستقطب حتى أدمغة العالم، ويصبح بلادنا مستقطبة للأدمغة وليست منفرة للأدمغة. نعم دكتور عبد الحميد، إذا كان أردت أن تضيف كلمة في تقريبا من الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء، وأن المجتمع جميعا ينخرط في استراتيجية واحدة اللي هو اتحاد من أجل الابتعاد عن الوباء. وأهم نقطة اللي راه موجودة الآن اللي هو اللقاح، أو الشيخ عباس يعرف الواقع أكثر منا في هذا المجال. نتمنى أن الجميع ينخرط في هذه الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه هذا الشيء الذي هو موجود بيننا، ما عندناش إمكانيات كبيرة جدا باش كما قلنا نتفلسفوا على هذه الإشكاليات الموجودة على مستوى العالم. نحن الآن عندنا وباء، عندنا إشكاليات من بعد هذيك الأفكار تاع مصنع ومش مصنع وراي حملة عالمية وما عالمية وكذا، احنا عندنا وباء وعايش بيناتنا، راهو كاين عندنا ناس أقارب وناس نعرفوهم وأصحاب وأخلاء وغيرهم راهم توفوا بهذا الوباء، بل فيه من مرض من هذا الوباء وعانى منه. الحل الوحيد الموجود بيننا هو اللقاح، نتمنى الجميع ينخرط في هذه الحملة. أكيد يعني في الحقيقة يعني الأخذ بالأسباب بطبيعة الحال، يعني والباقي الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لا تعلم نفس بأي أرض تموت، ولا تعلم نفس يعني الساعة التي ماذا تكسب غدا، ولا تعلم الساعة اللي ممكن ينقضي فيها أجله. ولذلك الحقيقة يعني كما تحدثنا الموضوع ذو شجون، فيه تداعيات سياسية، تجاذبات كذلك اقتصادية واجتماعية وحتى صحية، ولكن في النهاية بطبيعة الحال رسم استراتيجية وطنية صحيحة مثل ما فعلت الكثير من البلدان. بالمناسبة الصين يعني تعتمد على الصحة الإلكترونية، تعتمد على حكومة سموها في بداية الأزمة حكومة صحية خاصة بالمعنيين في الإطار الصحي، تتخذ كل الإجراءات ولها صلاحيات متعددة. أنا أعتقد بأن إمكانية أن نتقدم في هذا المجال، وأن نعرف بأن المجال الصحي الآن والمجال الطبي لابد أن يأخذ المكان اللازم به، وحتى وزارة الصحة تعطى لها الميزانية التي تستحقها فعلا، وأن توسع شبكة التغطية والرعاية الصحية من أجل ضمان مجتمع سليم ومجتمع معافى، وكذلك من أجل ضمان أمن وصحة الوطن وصحة المواطنين. عند هذا الحد وأشكر كذلك على العارضة التقنية فتحي الشايب الذي يعني بذل مجهود كبير معنا وسهل معنا في هذا الوقت. عند هذا الحد ننهي هذه الحصة من بوليتيك بوليتيك، دمتم في رعاية الله وحفظه. هذا بيزيد يوسف قدم لكم وعد لكم. الشكر موصول للضيوف الكرام السيد عبد الباسط نفنوف الإطار الصحي، كذلك للدكتور لمين مصباحي أستاذ الاقتصاد، كذلك للدكتور عبد الحميد فرج أستاذ العلوم السياسية، وكذلك للأستاذ الإعلامي أحمد ديدي. دمتم في حفظ الله ورعايته على التحرير ويب تي في، ونلتقي بكم مجددا إن شاء الله في حصة أخرى.